فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، اعترضناهم وأبعدناهم عن رحمة الله عز وجل، وجعلنا قلوبهم قاسية. هذا مثل الآية التي قبلها في سورة الحديد، فقست قلوبهم بسبب نقضهم الميثاق، بسبب نقضهم الميثاق الذي بينهم وبين الله عز وجل، عاقبهم الله فجعل القسوة في قلوبهم. وهذا يدل على أن المعاصي تؤثر في القلوب. نعم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.